السلف الصالح كان بيستعدوا يتوضأ ويروح، زي ما قال حاتم الأصم، وهو على فكرة ما كانش أصم، هو ظلم في المسألة دي. هو جايال واحدة بتستفتيه، وكانت الست عندها مرض في بطنها، فأحدثت ريحا صاحبه صوت، فأصيبت المرأة بخجل شديد وحرج. ماذا تصنع وهي قد صنعت هذا بين يدي هذا العالم الكبير؟ فقال لها: ما لك يا بنية، ما سؤالك؟ قالت له: ايه حكم كذا؟ وعايزة تجري. قال لها: نعم. قالت له: حكم كذا؟ قال لها: يا بنتي علي صوتك. قالت له: ايه حكم كذا؟ قال لها: بصي انا مش سامعك، بس قولي بشفايفك وانا هفهم. فارتاحت المرأة. انه لم يسمع منها، لم يسمع هذا الصوت منها. نعم، منها. نعم، ورفع عنها الحرج. تقول: نعم، ذهبت الى العالم الاصم. نعم، وهو ليس اصم. اشتهر بهذا الموقف، واشتهر بهذا الاسم. نعم. فحاتم الاصم لما كان يذهب يقول: اتجهز للصلاه،